بعد أقل من يومين على إقدام البرلمان الجزائري إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوسلون فيه سحب الاعتراف بمغربية الصحراء، الخارجية الأمريكية اليوم تقوم بمنع مواطنيها من السفر إلى الجزائر بسبب المخاطر الإرهابية وانعدام الأمن ومخاطر الاختطاف، وأيضا بسبب سوء خدمات المتعلقة باختبارات كوفيد-19 التي يجب أن تكون جيدة من أجل سفر آمن للمواطنين الأمريكيين. وتضيف الخارجية الأمريكية أنها وضعت الجزائر ضمن المستوى الرابع للمخاطر الإرهابية، وهي أعلى مستوى حسب تصنيفات الخارجية الأمريكية، بينما وضعت المملكة المغربية في قائمة الدول الآمنة والمستقرة لسفر المواطنين الأمريكيين. ويأتي هذا القرار مباشرة بعد أن عمد البرلمان الجزائري في تصرف متهور وغير مهني على مراسلة الرئيس الأمريكي من أجل سحب الاعتراف بمغربية الصحراء، وهي ما تعد صفعة سريعة من الإدارة الأمريكية الجديدة لدولة الجزائر.